أجدد التحية مشاهدينا الأعزاء. أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم استعداد روسيا وباكستان لتطوير التعاون الثنائي ولا سيما العسكري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن وفدي روسيا وباكستان قيما إيجابيا تطوير علاقات المنفعة المتبادلة في المجال العسكري. وأكد من جديد الرغبة في استخدام الإمكانات المتراكمة لتعزيز التعاون العسكري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي أن التعاون العسكري بين روسيا وباكستان يتطور بشكل ديناميكي، وهناك برنامج مكثف للأعمال المشتركة يخطط لتنفيذها في العام الحالي. وعقد في موسكو أمس الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العسكرية الروسية الباكستانية لشؤون الدفاع والأمن برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي ورئيس الوفد الباكستاني نائب الأول لوزير الدفاع الباكستانية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور عمار، أرحب بك على إكسترا نيوز. وفي البداية، كيف ترى وكيف تقيم هذه اللجنة المشتركة، اللجنة العسكرية طبعا المشتركة بين روسيا وبين باكستان بصفتهما قوتين نوويتين في آسيا؟ حياتي السيد الكريم، يعني علاقات روسيا في المرحلة الأخيرة مع جميع يعني الدول في العالم هي ممكن اعتبارها يعني علاقة توازنية تعتمد في البداية على مبدأ التعددية وحفظ المصالح لكل الأطراف. التعاون العسكري يعني ما بين روسيا وباكستان كان يعني قديما ولكن ليس بهذا يعني الشكل. اليوم نرى أن هناك تطورات وهناك ما يلفت النظر، يعني أن الحليف الأكبر أو المستورد الأكبر للسلاح الروسي هو يعني هي الهند، والهند يعني في علاقات متوترة جدا خاصة في الفترة الأخيرة بعد أزمة كشمير. فلذلك يعني اليوم الطرح الروسي هو اللعب يعني على التوازنات وعلى يعني عدم الانضمام لأي حلف يعني ما. فلذلك نرى ان هناك تطورات ايضا رايناها يعني مع تركيا، مع الهند، مع الباكستان، وايضا تطورات يعني مع عسكريه تعاون عسكري مع فنزويلا. فالعمل كله باعتقاد يعني من خلال يعني ترويج للسلاح الروسي ويعني اللعب على التوازنات العسكريه والسياسيه في المنطقه. ايضا دكتور عمار، الى اي مدى يمكن لباكستان ان تستغل هذه اللجنه، ان تستغل العلاقات مع روسيا في هذا التوتر السائد حاليا بين باكستان والهند، ومن الممكن أن يتم تصعيد هذا التوتر إلى حرب رابعة ربما بين الدولتين؟ لا أعتقد سيد كريم يعني الامر سيصل يعني الى مساله الحروب، لكن راينا هذا يعني الازمه، ازمه كشمير يعني هي من الازمات التي يعني تغيب عن المشهد وتحضر. روسيا ليست معنيه يعني بالدخول في مثل هذه الازمات. باعتقادي يعني ما نراه اليوم في موسكو هي يعني عمليه تطوير علاقات عسكريه لمستقبل يعني بيع أسلحة ممكن يعني من بتقنيات أكثر مما لدى باكستان اليوم. يعني أنت تقول أن روسيا هي بعيدة عن هذه الأزمة، لكن يبدو أنها بعيدة عسكريا وأمنيا، لكن هل ترى أنها بعيدة أيضا سياسيا؟ خصوصا أنت ذكرت في إجابة السؤال الأول أن علاقات موسكو أو العلاقات الروسية الهندية هي علاقات طيبة، وربما هناك تعاون ثنائي سواء كان سياسيا أو عسكريا بين نيودلهي وبين موسكو. هل من الممكن أن تتدخل روسيا سياسيا في تقريب وجهات النظر وتهدئة التوتر السائد في شبه الجزيرة الهندية؟ سيد كريم، نعم يعني علاقات نيودلهي وموسكو هي ممكن اعتبارها يعني جزئيا استراتيجيه، وذلك ان يعني الهند وروسيا تدخل في اكبر التنظيمات او المجموعات يعني الجيوسياسيه وهي منظومه بريكس ومنظمه شنغهاي. فلذلك يعني التقارب ايضا الاقتصادي والعسكري موجود. ممكن يعني ان تلعب روسيا دورا ما في هذه العلاقه، ولكن لا ننسى ايضا ان هناك لاعب اخر هو ايضا في ازمه كشمير وهي الصين. يعني معادله الصين والباكستان باعتقادي هي اليوم من اصعب يعني الازمات
الاقسامات الدولية، وذلك كون يعني الطرفان الأساسيان هما دولتان نوويتان، فلذلك رأينا عدم التدخل من قبل الأقطاب الجيوسياسية وذلك لعدم تعكير يعني هذه المفاوضات، ولكن باعتقادي أنها كأزمة يعني ستبقى ممكن أن تستخدم بين الحين والآخر، لكن التدخل الروسي كوسيط هي عملية ممكنة، ولكن يعني لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة يعني نوعا ما. الصين وروسيا هما ايضا حليفان عسكريان وسياسيان ايضا خصوصا وسياسيان ايضا خصوصا في الازمات الدوليه الكبرى، لاحظنا ذلك في مجلس الامن فيما يتعلق بالازمه مع ايران، الازمه مع سوريا، علاقتهما بالولايات المتحده. الى اي مدى يمكن ان تتدخل روسيا حتى في اقناع الصين بانها تاخذ موقف متوازن من هذه الازمه الموجوده في شبه الجزيره الهنديه تحديدا في منطقه كشمير او في اقليم كشمير بين الهند وباكستان؟ الشراكة الصينية الروسية ممكن نعتها اليوم بالشراكة يعني الاستراتيجية، ولكن يعني لا ننسى يعني الدور الروسي ممكن يعني أن تتدخل من خلال مفاوضات يعني بسيطة، ولكن القرار يعني الأساسي سيعود للصين، ولا ننسى أيضا يعني أن هناك مصالح استراتيجية، مصالح جيوسياسية للصين في أكثر من منطقة في العالم، وخاصة في هذه المنطقة التي يعني تعتبر جزئيا من المناطق القريبة لنفوذها الاستراتيجي، فلذلك المسألة حساسة جدا، وباعتقاد يعني أن هناك الصين ممكن يعني أن تتوصل يعني مع الهند ومع باكستان إلى يعني معادلة أو صيغة جديدة لعدم انتشار يعني مثل هذه الأزمات من جديد في تلك المنطقة، والتي يعني ممكن أن تستخدمها يعني الدول الأخرى لتأجيج الصراعات من جديد، كما نرى أن هناك يعني تدخلات غربية أو أمريكية في الداخل الصيني، فلذلك هذه يعني المنطقة بالذات تعتبر من أكثر المناطق حساسية، لذلك يعني لتفجير أي أزمة فيها ممكن أن تؤدي إلى كوارث يعني في العالم بالكامل. وعلى ذلك دكتور عمار، هل سوف نرى قريبا أو هل تتوقع أن يكون هناك اجتماع هندي روسي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري بين الدولتين؟ اللقاءات الهندية الروسية هي دائما يعني متواجدة، ورأينا في أكثر من اجتماعات يعني دولية دائما هناك لقاءات ثنائية ما بين الرئيس الهندي والرئيس الروسي، هذا وأيضا من خلال يعني اجتماعات بريكس وشنغهاي. العلاقة الروسية الهندية يعني ممكن يعني هي تعتبر من العلاقات التي هي أصلا يعني تاريخية كانت مرتبطة أثناء الاتحاد السوفيتي، وهناك يعني مواقف دولية مشتركة، وأيضا يعني مواقف إبان التدخلات الغربية والمعسكر الغربي بالكامل. التوافق كان وما زال، والعلاقات باعتقادي أنها ستستمر، وممكن أن ننوه يعني أن الهند تعتبر من أكبر الدول المستوردة للسلاح من روسيا، وخاصة السلاح البحري والغواصات. نعم، وكما تقول أن الصين وروسيا والهند هم يشتركون في مجموعة بريكس، طبعا المجموعة الاقتصادية الكبرى التي تتزعمها روسيا، ويبدو أن هذا اللقاء وإن كان عسكريا بين باكستان وبين روسيا من الممكن أن يحدث توازنا في هذه الأزمة الموجودة حاليا في كشمير. على كل أحوال دكتور عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا.